توفي 21 شخصا منهم 18 طفلا ومعلمة في مدرسة روب الابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية بعد عملية إطلاق نار نفذها شاب يبلغ من العمر 18 عاما أرضته الشرطة. فمن هو الجاني؟ كان مسلح يبلغ من العمر 18 عاما يدعى سلفادور راموس، ورأى أعنف حادث إطلاق نار في مدرسة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد، مما أسفر عن مقتل 19 طفلا على الأقل. ووقعت جريمة القتل المروعة في مدرسة ابتدائية في تكساس في بلدة أوفالدي التي تسكنها أغلبية لاتينية. وبحسب وسائل الإعلام إنه بعد أن أطلق النار على جدته صدم سيارته بالقرب من مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، ولحقته الشرطة عندما ركض إلى المدرسة بمسدس وربما بندقية. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في تكساس كريس أوليفيريز بمجرد دخوله المدرسة بدأ في إطلاق النار على الأطفال والمعلمين أيا من كان في طريقه، كان يطلق النار على الجميع. وتشير الصور على حسابه على إنستغرام التي شاركتها صحيفة محلية إلى محادثة بينه وبين فتاة مجهولة، تشير إلى أنه طلب منها التحضر للإجابة في الساعة 11 أي قبل موعد بدء الحادث بقليل. وتم حذف حساب إنستغرام بعد قليل من إعلان حكومة ولاية تكساس عن هوية القاتل، لكن الصور حظيت بالكثير من التعليقات التي هاجمت قيامه بإطلاق النار، ومن بين تلك الصور صورة لمخزن إطلاقات البندقية. كما تم حذف حساب تيك توك يبدو أنه أيضا تابع لمطلق النار. وأمر الرئيس الأمريكي بتنكيس العلم الأمريكي في البيض الأبيض وكل المباني العامة حدادا على أرواح ضحايا مدرسة تكساس.